واش الدراري معكم سهيل ومرحبا بكم ثاني فيديو اخر وديما سير في الدراري فيديو وتادي داروك دونك الدراري جونس هذا الفيديو هذا الموضوع كان خاصني نديرو شحال هذه حيت اكثر سؤال كيوصلني وكنعجز ماشي كنعجز كنعجز انني نجاوب عليه يعني ما كنلقى ما نقول بنادم وفعلا بصراحه كيبقى فيه الحال الدراري ملي عندك شي واحد تيقول لك خويا وانا راه مقود عليا وانا ما عنديش انا ماشي عاوتاني وما نقدرش عاوتاني نقول الدار عطوني فلوس باش ندير لي روبا وهادي وهادي واخويا شي حل كي غندير كيبقى فيه الحال ما عندي ما كاين ندير ليه دونك الدراري بقيت كنفكر ديما كيوصلنا هاد الميساج كنبقى لي كومونتير ديال الميساج كنبقى نفكر كيفاش غنقدر نجاوب هاد الدراري هادو شنو الحل انا لقيت واحد الالغوريثم الدراري اللي تقدروا تشوفوا عليه زوين وغينفع 90% ديال الدراري اللي زابوني اللي عندي حيت كيما عارفين الدراري اغلب اللي زابوني اللي عنده اغلب الدراري اللي كيترينيو واغلب الدراري اللي كنادريسي لهم الهضره انا ولا الشعب يعني بنادم عادي بنادم يعني كتلقى يعني عادي يعني باقي عايش مع دارو باقي كيصدروا كيصرفوا عليه كيقرا خدام ولا يلا كيقلب على خدمه ولا خدام دونك كتلقى غادي في واحد البيدجي اللي محدوده ما يقدرش يزيد عليها ولا شي لعب يعني الواحد باش غير يكمل 3 روب ولا 4 روب مزيانين فيهم بروتين وكالوريز داكشي مزيان راه تحدي كل نهار راه تشالنج ما ساهلاش عارف الدراري دونك انا الدراري غنعطيكم هاد الالغوريثم ممكن بغيت نشرح لكم واحد اللعيبه باش تفهموا البلان عابس نعطيكم الالغوريثم تقدروا تمشيو عليه واذا نتوما تقدروا تلعبوا بداكشي كيما بغيتوا دونك بلان ساهل باش الميسكل ملي كتمشي تريني الميسكل باش كيدير شي حركه ابارق ملي كتمشي تريني باش كندير شي حركه باش كندوي معاك انا دابا باش كنحرك يدي وداكشي السعرات الحراريه لي كالوري دونك هادوك لي كالوري ملي كيجيو الماكله اللي كتاكل بروتين كاربس فات هادو كيعطيو سعرات حراريه باش تدير الحركات وتتحرك تمشي دير هاد اللعيبات دونك ملي كتمشي لاصال راه كدير حركات صعاب كدير دي زيكزيرسيس صعاب يعني اللي كتخدم فيهم الميسكل مزيان دونك داك الميسكل خاصو سعرات حراريه طالعين باش يقدر يبيرفورمي هذاك الاكزيرسيس يقدر يدير هذاك الاكزيرسيس دونك باش انت دير الاكزيرسيس خاصك لي كالوري يكونوا زايدين حيت الاكزيرسيسات صعاب هادوك وتيكونوا انتنس ويعني متابعين وعبر ان الاكزيرسيس يكون طويل اقل حاجه غتكون فيه واحد ساعه 45 دقيقه دي اقل حاجه دونك باش بيرفورمي كما قلت لك خاصك لي كالوري وباش هذاك الميسكل اللي انت غتهرسو وغتورك عليه وغتدمرو باش يعاود يكبر خاصو لي كالوري عاوتاني يعني خاصك لي كالوري باش تريني ولي كالوري باش تكبر الميسكل دونك انت الا كنتي ما غتدخلش لي كالوري كافيين في النهار باش الميسكل ديالك يبيرفورمي ويعاود يكبر راسو كتقول لك شنو اللي كدير كتدخل في واحد اللعيبه ديال كالوري ديفيسنت يعني كتولي انت مدخل لي كالوري قل من الكور ديالك كيحتاجو باش يبيرفورمي ويكبر راسو فهاد القضيه هادي انت راه ما كتكبرش الميسكل كتحرقو دونك حنا باش نتفاداو هاد اللعيبه الدراري اول حاجه خاص ما تبقاش تضيع الوقت في لاصال يعني تمشي مثلا مشيتي عندك مثلا الظهر غتضرب الظهر غتسالي غتكون اومو معك بنانا غتشري في المغرب درهم غتضرب بنانا قليله غتلقى فيها واحد 100-110 كالوري غتضربها غتسالي غتمشي في حالاتك للدار غتمشي تشوف الماكله اللي موجد ولا غتوجد ولا غتقصع يعني انت باش تقرط لاصال الدور الدوي وهادي كتضيع الوقت كتضيع لي كالوري الميسكل ديالك بقاو تسناو بحال هكا الميسكل ديالك ملي كترينيهم كتسالي ما عندهمش كالوري بقاو تسناو بحال هكا كيتسناو تدخل لهم شي حاجه ملي ما كيلقاوش الصاد انك تعطيهم ملي غيدخل ديك الكالوري كيبداو ياكلوا لك من لوكور ديالك كيبداو ياكلوا من لوكور ديالك دونك انت ملي ما غتدخلش مثلا لي كالوري كافيين في النهار مثلا ما تعاودش عاوتاني باش تريني الغد ليه ميسكل اخر لا غتحاول داك النهار تدخل له ماكسيموم ماشي قلت لك سير شفر سير دير غتحاول تبقى على البيجي ديالك ولكن تدخل له ماكسيموم ديال لي كالوري الروز راه ما غاليش الدراري الروز كيعطي الكاربس كيعطي لي كالوري كيعطيك واحد زياده ديال لي كالوري دونك 3 درهم ديال الروز راه كافيه دونك حاول تزيد السورس ديال الكاربس غيطلع لك لي كالوري البروتين غدير او ماكسيموم مصاد انك تدخل شحال انت مثلا حسب البول والكور ديالك غتحاول تدخل له ماكسيموم ياك الغد ليه انت ما تمشيش تريني ودير نفس البلان عاوتاني لا الغد ليه غتاخذ روبو غتحاول تاوا تقصي فيه لو ماكسيموم عاوتاني باش يلاه تخلي الوقت الميسكل اللي ترينيتي البارح يدير ريكوبيراسيون يعني انت ماشي ديجا عندك مشكل انك تدخل لي كالوري ولي روبا كافيين غتزيد عاوتاني تريني ميسكل اخر ودخل عاوتاني في دوامه اخرى ودخل في ميسكل اخرى عاوتاني خاصو حتى هو لي كالوري والعباد ديالو دونك هذا البلان دونك احسن حاجه غدير ترينيتي اليوم غتحاول تقصي الماكسيموم غد ليه عاوتاني غدير روب وما غترينيش غتحاول تقصي له ماكسيموم عاوتاني تخلي الوقت لك ميسكل اللي ترينيتي البارح يريكوبيري بعد غدا تقدر عاوتاني تريني ميسكل اخرى عاوتاني نفس البلان وغادا 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 دونك بهذا البلان هذا تقدر تريني مزيان وديفلوبي لو كور ديالك واخا انت بيوتي ولكن تحاول ديما
دير لو ماكسيموم، تحاول تقصي لو ماكسيموم وتحاول دير في جهدك تساكري في الخرجات اللي ما غينفعوك بوالو، الدولار اللي ما غينفعك بوالو، وسير اخويا قاد لي روبا ديالك وكولو الا بغيتي توصل نيت عندك شي بوج باغي توصل ليه. واحد لعيبه اخرى مني عاوتاني دير بروغرام ديال النهار ا نهار لا، مثلا توصل النهار الثالث ولا الرابع وتحس ان لي ميسكل ديالك الترينيتي ضارينك، يعني حسيت بهم نيت كالو حساب، تاخذ واحد يومين روبو ما ترينيش، تقسي مزيان وصافي، تخلي الوقت اليوم اللي ريكوبيري. ملي تاخذ ديك يومين روبو نورمالمون غتحس بان الميسكل ديالك ارتاحوا وريكوبيرا وتقدر عاوتاني تكمل البروغرام ديالك. حيت دابا الهدف ديالنا هو انك ديفلوبي بلا ما تحرق لي ميسكل ديالك وتبقى انت على بيدجي. دونك ماشي تبغي دير فيها لا انا كاين لا حكا ما قصيتش مزيان وغنمشي نتريني وغنتقدر، لا راه قلت لك راه الا ما قصيتيش مزيان ومشيتي تريني وتقدر فلاص على ساعتين ثلاثه سوايع راه والله ما غديفلوب، راه ماشي شوف راه ماشي بقات في لي زابدو يقولك حق لي زابدو مطراسين، دوك لي زابدو مطراسين حيت ما كتقصيش مزيان ياك ما كتقصيش مزيان الصاد راه كتنش راه كتفهمتيني، انت كتقول حق لي زابدو باينين صافي راه فورم منيت، راه على حسب لونطريمون ديالك وداكشي راه خاصك تكون في نيفو اخر، راه غير انت ما كتقصيش مزيان كتلقى لي زابدو عندك مطراسين بحال هكا. باش نكونوا واضحين على هاد اللعيبه هادي ابار الناس لي بروفيسيونيل ودايرين ريجيم ومتبعين دايت وداكشي هذاك بلان اخر. دونك هذا هو البلان الدراري، هذا هو الالغوريثم اللي قدرت انا نطلع به الناس اللي عندهم بيدجي يقدروا يمشيو عليها وما عندهمش كيفاش يعني يوصلوا 5 6 ليرو في النهار. دونك هذا هو البلان، وديما سمعوا لو كور ديالكم، حسيتي بشي ميسكل عيان فهمتيني وانت حاسب راسك ما واكلش مزيان داكشي ما تمشيش تريني عاوتاني، ارتاح حاول تقصي لو ماكسيموم تل النهار اللي من بعدو عاد تريني ميسكل الاخر. دونك هذا هو البلان الدراري، كنتمنى نكون فيدكم. الى عندكم شي تساؤل شي لعيبه شي سيجو جديد خليه لتحت، وما تنساوش الدراري ما كاين الكينز اخويا الكينز، تهلاو فراسكم وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.